هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد متزوج وأبي الفتى الوليدة، المشكل عنده هو كان خدام في المدرسة التابعة لوزارة ديال التعليم، جراو عليه ما عطاوش المستحقات ديالو، مشى دفع المال للمحكمة ولكن مازال ما كاين حتى شي حاجة. اليوم هذا السيد بغى ياخذ الحق ديالو وبغى يوصل واحد النداء للمسؤولين، الجهات المسؤولة، باش أنه ياخذ المستحقات اللي كيستحقها من الخدمة ديالو. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. الاسم ديالي الراجل شعيب. المشكل ديالي انا كنت حريص ديال المدرسه وكنت ساكن دابا في المدرسه تما بالوليدات، عندي 9 الوليدات ودابا كان ديما كنرسل للوزاره تقريبا جاي ل 20 عام اللي ساكنين 20 عام وانا معاهم. ودابا ومن بعد انا كنطلب حقي دابا قبل ما نوصلوا للحق. 20 عام وتخدم، شكون اللي جرى عليا؟ المدير هو اللي حبسني. هو اللي جرى عليا، جرى عليا، ما عطاني لا مستحقات لا والو. ما عطاك لا مستحقات؟ لا ما عطاني. كنتي معاه حبيا، حاولتي تتفاهم معاه قبل ما انك تلجا للمحكمه؟ لا تفاهمت مع عيد مشيخ عليه وجاو الناس دخلوا بيناتنا وما بغاش، قال لهم ما ندير معاه حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي حاجه. شحال دابا تقريبا دابا لمده 11 سنه دابا وانا كنطلع ونجري وما داروا معايا حتى شي حاجه. 11 سنه ومجري انا جاري عليا دابا. درت المحامي درت لي دابا 10 سنوات وهو كيقول لي المحامي اليوم غدا اليوم غدا، هي راه دفعت للمحكمه الاداريه والمحكمه الاداريه قالت لي ودي راه عندك حتى متطوع ما كتسال والو للدوله. واليوم انا كنطلب من الناس المسؤولين يديروا معي شي خير وانا ضايع دابا. قبل حنا نمشيو للمسؤول. نعم. نعرفوا القصه خاصه الحيت انت فاش درتي المحامي 10 سنين وهو ما دار معايا حتى شي حاجه. المحامي ما دار معايا، كان تبع معايا دافع لي الدوسي في الجديده في الابتدائيه ودفع معايا الاستئناف، على الاخر قالوا لي رفضوا لي الحكم كيقولوا لي راه الاداريه، ولكن باللي دفعنا الاداريه اليوم ما داروا معايا حتى شي حاجه، قال لي انت غير متطوع مع الدوله. وكنطلب دابا ورغب في الناس المسؤولين وانا دابا في الدار البيضاء. نعم نعم. والماديه انايا مره كنبات عند شي بنيات هنايا مزيرين كارين واحد المحيل باللي طردوني من الخدمه، جاو هما تستقروا هنا بركو عند واحد السيد. بنيات يا عندي 9 الوليدات. نعم لالا. ودابا انايا كان مره بيت في الزنقه مره بيت هنا انايا، دابا الوليدات عندي كيعيشوا في درب. انت بقيتي 11 عام ما خدمتي ما والو، ما خدامه والو، دابا كنطلب. قلبت والو. دابا انا جيت للسيد هنايا، انا في الدار البيضاء دابا جيت عند السيد العميل ديال البرنوسي. نعم 11 عام بلا خدمه، ما خدمتش. دابا الشركه، اي شركه كندفع لها كتقول لي انت راك كبير في العمر عندك 46 عام ما تسحقش، لكن ما بغى يدخلني حتى شي واحد، ما هذا هو المشكل. ما وما عارفش من عمل، ما عارفش من عمل. دابا ديت على ديك الخدمه، ما هذه هي المهنه ديالي. لا انا ولد الجديده، ولد اقليم الجديده جديده ولد جديده. دابا تابع جامعه ولاد عيسى، اقليم الجديده جامعه ولاد عيسى الدوار عربات سيدي عبد العزيز. واخا دابا انت من هذا المنبر شنو كتطلب من المسؤولين؟ كنطلب من المسؤولين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا، وانا راه ضعت واحد الضياع كثير وما لقيت، ما عرفتش ما نعمل، واليوم بغيت الناس المسؤولين يتعاونوا معايا ما يخلونيش ضايع ضايع في الزناقي. دابا انت بغيتي هذاك المستحقات ديال 20 سنه. بغيتهم يتعاونوا معايا يعوضوني فيها وندير حتى انا شي مستقبل انا والوليدات وما نبقاش ضايعين في الزناقه. دابا عندي جوج بنيات هما معايا هنا في البرنوسي، وعندي الوليدات الصغار هما في اقليم الجديده في دوار عربات سيدي عبد العزيز تابعين ولاد عيسى. اما وليدات الاخر دابا عنده الصغير عنده شي 6 سنين دابا. والمدام معاك؟ المدام ما معاياش دابا، انا مره كنجي عند البنيات البرنوسي هنا كنباتها في الزنقه دابا. مزوجين بنيات؟ لا مازال ما مزوجين، خدام انا في واحد الشركه بلاستيك، كارينا واحد المحيط صغير فيه شي 2 متر على 2 متر. واخا الا كان كيشوفك المسؤول هذا ديال المدرسه هذه اللي جرى عليك شنو تقول؟ ما نقول لي اش غنقول لك، الله يجازيك بخير درتي معايا وخليتيني مشرد في هذا الموضوع ديالي مده 11 عام، تحرق لي الدم ديالي، عادي يضروني الاعضاء، ما عنديش الصحه ديالي، ما بقاش من هذيك العصر ديال 11 سنه وانا مريض، ما عنديش الظروف ديالي، الظروف ديالي ضاعت، وكان كيخليني غير
نبقى في المؤسسه ولكن ما كيجريش عليا خليني مشرد انايا مشرد انا انا ديما كنقول زعما اللي كياكل عرق بنادم عشر دراهم الا كليتها في عرق بنادم زعما ربي ما غيسمحش فما بالك 20 سنه ولا مده طويله يعني حشومه وعيب وعار يعني علاش عطيه مستحقاته كل واحد كيمشي هذا واش انا كتخلي واحد السيد يضرب سماره ويتكرفص في الاخر تاخذ هذاك العرق ديالو حشومه تا هو مزوج عنده وليدات وعنده مسؤوليه علاش للاسف هادشي كاين بزاف في المجتمع المغربي ديالنا فكنتمنى ان المسؤولين يدخلوا للخط والجهات المسؤوله انهم ياخذوا بحق هاد السيد ويتاخذ الحق ديالو الرقم ديالو انا غنحطو في التعليقات اللي بغيت يتواصل معك خلي رقم التليفون الرقم هاد التليفون 06 15 37 31 46 نعم هذا هو الرقم ديال السيد 06 15 37 41. كنتمنى ماشي مسؤول انه يدخل على الخط كنتمنى الجهات المسؤوله انها تدخل على الخط وانها تاخذ حق هذا السيد هذا حتى المحامي اذا كان كيشوفك شنو ممكن تقول له المحامي اش كنقول ليه بان هو ماشي فلوس المحامي ما الصراحه مره عطيته المره الاولى بس صوب الملف ولكن على الاخر ما بقيت عاطيه والو قال لي انا تابع الاجراءات والان دابا كنعيط ليه بالتليفون مازال ما عطانيش انا بلي مشيت بوحدي للمحكمه وجبت الملف وقلت لها انت راه المحكمه حكمت بانه راه كتقول لي انت متطوع ما كتسال والو الدوله غنعاود الرقم ديالك اللي بغيت يتواصل معك حتى بغيت شي مسؤول دابا يدخل بغيت شي مسؤول يتعاون معايا الله يجازيه بخير ويطول عمره وما يخلينيش مشرد في هذه الحاله وانا ضايع دابا في هذه البلاصه في الدار البيضاء مره واقف مره بارك والمهم وكيصرف عليا كان دابا كنجي عند البنيات مره كيصرفوا عليا وما كنقدرش نقول لهم عطيوني لنا بنات هذوك الا عدتي تقول البنت ديالك عطيها راه بحال غتقول لها سير الزنقه اليوم كنهضر مع الناس المسؤولين يتعاونوا معايا ما يخلونيش في هذه الحاله الله يجازيهم بخير الرقم ديال السيد 06 15 37 41 غنعاود كنتمنى المحسنين يقولوا بالرحيم انه يتعاونوا معاه فاش ما قسم الله ولكن كنتمنى ماشي مسؤول انه يدخل الخط باش انه ياخذ الحق ديالو من هذا السيد هذا ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على حسب بطبيعه الحال اقوى السيد اللي كيقول لك بان السيد ما خداش الحق ديالو ما خداش المستحقات ديالو بما انه خدم 20 سنه فخاصو ياخذ المستحقات ديالو مشاهدينا ومتابعين قناه شوف تي في كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء ان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر الى اللقاء